أبو ليث من العراق بارك الله فيه يقول: هل الاشتغال بذكر الله جل وعلا سبب لعطاء الله يكون أكثر من سؤال السائلين؟ أبو ليث بارك الله فيك، طبعا هذه المسألة مبحوثة عند أهل العلم في القديم والحديث، وهو راجع إلى مسألة هل الذكر أفضل من الدعاء أم الدعاء أفضل من الذكر. عندنا قولان، القول الأول قالوا بأن الذكر أفضل من الدعاء، الذكر أفضل من الدعاء، ولذلك الله عز وجل يعطي على الذكر أكثر مما يعطي للسائلين. ومن أهل العلم من قال الدعاء أفضل، لأن الله جل وعلا قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الدعاء هو العبادة. طبعا هذا يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. الذي يظهر من كلام أهل العلم من ذوي التحقيق أن الذكر أفضل، أن الذكر أفضل. لماذا؟ لأن الذكر فيه تمجيد وتقديس وتعظيم لله سبحانه وتعالى مع تعرض للسؤال وليس مع صراحة للسؤال. لذلك الإنسان لما يمجد الله ويعظم الله، الله عز وجل أعلم بما في قلبه، أعلم بما في قلبه. وهذا لا يعني أن الإنسان ما يدعو، لا، يدعو الإنسان ولله الحمد والمنة، لأن الله تعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن مقام البحث وين؟ في أفضلية الذكر والدعاء. والملاحظ أن أغلب شأن الأنبياء هو الذكر، أغلب شأن الأنبياء هو الذكر، لكنهم ما تركوا الدعاء، لأن من يترك الدعاء كأنه مستغني عن الله عز وجل. لا، المسلم مطالب بأنه يكثر من الدعاء، ومن لم يسأل الله يغضب عليه. لكن بالنسبة لمقام التفضيل، لا شك بأن الذكر على قول أهل التحقيق أفضل من الدعاء.